هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي فارق دنيانا منذ 22 عاما، تاركا بصماته الفنية على الغناء العربي من خلال المكتبة الموسيقية والغنائية الضخمة التي تركها للأجيال من بعده. اعتلى محمد عبد الوهاب خشبة المسرح مغنيا منذ طفولته، وبزغ نجمه في العشرينيات من القرن الماضي، واستطاع أن يغزو وجدان الجماهير بأدائه الساحر وبصوته الشجي وبكلمات أغانيه العاطفية الرقيقة وبألحانه العذبة المشرقة التي تجلت في مجموعة طقطيقه الأولى العامرة بالطرب. نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي. كلمات الشاعر محمد عبد المنعم الشهير بأبي بثينة، مقام حجاز كار كرد. وفيها يتألق عبد الوهاب بصوته الندي الرخيم المغلف بالحنان. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي. لما انت ناوي تغيب على طول، بالليل أسيب نفس الهم والأفكار، أفضل أفكر فيك وإنت من سابني. بالليل أسيب نفس الهم والأفكار، أفضل أفكر فيك وإنسى من تداري، والقلب عاد الزناري. لما انت ناوي، لما انت ناوي، لما انت لما انت ناوي تغيب على طول،
كان الاتصال محمد عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقي أثر بالغ في مسيرته الفنية وتطورها، فقد غنى عبد الوهاب من كلمات شوقي عددا من الغنائيات بعامية راقية لا تقل عن أشعاره في مفرداتها ومعانيها وصورها البلاغية، واتضحت ملامح التجديد والابتكار في الصياغة اللحنية لقالب المونولوجات الغنائية التي حمل عبد الوهاب لواءه طوال مشواره الفني. ونستمع منها إلى هذا المونولوج: اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله، قلبه إلى الحسن مال، مال العوازل وماله. مقام رست، ويشترك معه في العزف على القانون علي الرشيدي وعلى الكمان أمير الكمان سامي الشوى. نام يا حبيبي
الحب طيب في الخبايا، الحب طيب في الخبايا، شوفنا غرايب جنونه حاكم بأمره شايف على جناحه قانون سيدي سيده يصيده ومن سلم من حباله وكل خالي وكل خالي مسيره يعذب الحب باله تيجي تفيده من بابل السحر باقي، من بابل السحر باقي. كان عبد الوهاب شغوفا بقراءة الشعر ويحفظ الكثير منه، ويرجع عهده بتلحين القصائد وغنائها إلى عام 1926 حين أهدانا بعض قصائده الأولى، نذكر منها: خدعوها بقولهم حسناء، ويا جارة الوادي لأمير الشعراء أحمد شوقي، باتت تناجيني عيونه للشاعر جلال رضوان، تعالي نفني نفسينا غراماً، وأخاف عليك من نجوى العيون لشاعر الشباب أحمد رامي. وبعدها أهدانا محمد عبد الوهاب مجموعة أخرى من القصائد، منها ردت الروح على المضنى معك، علموه كيف يكفو فجفى، يا ناعما رقدت جفونه لأحمد شوقي. ونستمع من هذه القصائد لأمير الشعراء ردت الروح على المضنى معك، مقام بياتي، ويصاحبه علي الرشيدي على القانون وجميل عويس على الكمان.
تسكب الدم وصار
اهتم الموسيقار محمد عبد الوهاب بالتأليف الموسيقي، وكان يحرص على أن يضمن أفلامه السينمائية مقطوعات موسيقية من تأليفه، ولما اكتملت موهبته الإبداعية حرص على إعداد مقدمات موسيقية يمهد بها لغنائه وإن كانت قصيرة في البداية. وتجلت إبداعاته الموسيقية في القصائد الشعرية الفخمة، وتفتحت فيها رؤاه وازدادت توهجاً وإشراقاً. ولمقدمات ألحان عبد الوهاب الغنائية قيمتها الفنية العالية في بنائها، وتعتبر كل منها جزءاً رئيسياً ومتمماً للحن الغنائي. ولنستمع معاً إلى المقدمة الموسيقية لرائعة عبد الوهاب، بفكر في اللي ناسيني، كلمات الشاعر حسين السيد، مقام نهاوند. باقت
من الورود نهديها إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لقاء عطائه الفياض الذي أضاء به حياة الملايين وأسعدهم على مدى أكثر من 60 عاما من الزمان. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.